يا حاتم، بمعنى نكونوا موضوعيين على الاخر، وتونس ما كانتش عندها مكانها في الدومي فينال، ولكن راهو سي لا تروازيام كان على الاربعه الاخرانيين اللي نخرجوا. غينيا الاستوائيه تتذكروا كل ماتش، والبينالتي اللي ما يتزفرش وتزفر. 2019 خسرنا ضد السنغال بغلطه نتاع تحكيم. انا ما نخرجش فيها برشا نتاع 2019، لانه اعتبر انه قرار بملكه اسما قرار صحيح. انت من الاقليه لا وقتها انا مانيش شوفا بالكل، راه ما عندي حتى شوفيني. حكيت مع عديد الحكام واكدوا انه قرار مملكه سيما كان صحيح، لانه احنا كنا حتى فاهمين القانون بالغلط وقتها، يعني حتى الاعلام التونسي كان فاهم القانون بالغلط، انه اي لمسه يد وقتها يتم احتسابها ضرب جزاء، وهي لا بالعكس في الفاز اوفنسيف، كي تبدا انت مهاجم وتمس كوره باليد ما يهمش وقتها نيتك شنو، لكن وقتها تزفر مخالفه ضدك، لكن في الفاز ديفونسيف فما اجتهاد، وقرار تي سي ما كان صحيح وقتها. كان نجم يزعم. جوست باش نكمل حاجه اخرى، فما عندنا اون امبرسيون هالكيب عاطفيه برشا، بربي فين الكونسنتراسيون؟ جوريت عاملين لايف ليله الماتش مع واحد اسمه العوق ولا البوخ ولا معناها حمدي العوق، يغنيوا في ما غير حتى احترام للتباعد، ناس كورونا مخلطه معناش مش كورونا، معناها الانضباط لو بروفيسيوناليزم. يجي لافريك تقولش عليه جاي توريست، ومش هما برك راهو فما معناها ايكيبات، اما وين الكونسنتراسيون؟ معناها البارح يا اوكين انا نوافق التكمله الكلام هذاك. بالطبيعه ما كناش محظوظين في حكايه الكورونا، ولكن العدد اللي وصلنا له ما يقابلش لي كام تاع الكورونا اللي صاروا في دوتر زيكيب. معناها اذا كان جاي حاتم على الكومبورتمون اور دو ما يفرق. شوف الكره ساتيان اريان، معناها كان ربحنا بوركينا فاسو راك ماكش تحكي عليه الديتاي هذاك، اما وين بار كونتر انا لوم الكونسنتراسيون ونمشي في نفس السياق. انا بالنسبه لي ما وصلنا تحرمنا من منتصر طالبي مثلا الا على خاطر ماناش منظمين في حكايه الكورونا. بكل صراحه ما تنجمش تكون صدفه، بدينا في التورنوا قلنا مؤامره من الكاميرون هكا ولا يمين، باه من الاول قلنا والله لي تيست وغالطين وكل، باه احنا مانيش اكبر منافس الكاميرون. كان جات مؤامره ضد تونس، راهي فما مؤامره ضد مصر، راهي فما مؤامره ضد الكوت ديفوار، راهي فما مؤامره ضد المغرب مثلا، لي جراند زيكيب السنغال. دونك احنا وصلنا للجيستيون هذه حسب رايي باغلاط في التعامل مع الكورونا، وهذا يدل انه في البروتوكول فما حاجات ما احترمناهاش. علاش نقول هكا واختم؟ انا كنت متاكد نولني تانديسبونسابل، كان طالب يلعب ضد بوركينا فاسو ما كناش نخسر.